الحقيقة أنا عاوز أبدأ بحاجة، هو إن لاحظت مثلا لما الفيلم بتاع بحب السيما اترفعت قضايا، وبرضو عمل زي ده ما احناش عارفين ايه اللي هيحصل فيه، وان كان لغاية دلوقتي يعني الامور مستقرة. الخلاف كان شديد جدا بين فولتير وجان جاك روسو لما طلع كتابه العقد الاجتماعي، ولكن قال جملة جميلة قوي فولتير، قال له انا لا اؤمن بكلمة واحدة مما كتبت في هذا الكتاب، ولكني سأظل حتى الموت أدافع عن حريتك في أن تفكر وأن تكتب ما تشاء. ولما زرت البانثيون في فرنسا، شيء الجميل أن حاطين قبر فولتير جنب قبر جان جاك روسو، وكأن يعني جمعهم الموت كما جمعتهم الحياة في الحرية الفكرية. دكتور ياسين، بس غالبا اللي قروا او هيقروا الروايه دي في غالب الامر لا قروا جاك روسو ولا لا انا فولتير. مش مهم يقرا يعني جاك روسو، هو الفكره هيتلخبط. ناخد واحد هيقرا الروايه وهيتلخبط. لا هي الفكره، انا بقول لحضرتك هي الفكره ان احنا يعني الحريه الفكريه في ان احنا نكتب ما نشاء ونعلق ما نشاء وننقد ما نشاء. انا قارنت هذا العزازيل، هذه الروايه، على ما كتبه الدكتور عبد الحميد رأفت، ويمكن ده من أعظم الناس اللي كتبوا عن المسيحية والوثنية. الوثنية طبعا وثنية الرومان، مش وثنية مصر القديمة، لأن مصر القديمة كانت تعرف الإله الواحد من قديم، وده موضوع تاني ملناش دعوة به. إنما حين أقارن الأحداث التاريخية التي كتبت في هذا الكتاب بالنسبة للكتاب اللي هو ما في سطر فيه الا والهوامش والمراجع بتاعته نص السطر تقريبا، مفيش حاجه مخالفه بالنسبه للاريوسيه، بالنسبه للنسطوريه، بالنسبه للحاجات، يمكن تكون في حبه خلافات، انما ده ما يمنعش ان جلوبالي كده هو متفق مع اريوس. صحيح ما انكرش الالوهيه بتاعت المسيح، لكن قال ده مخلوق، واللي وقف قصاده اثناسيوس في مجمع نقيا. ممكن اسال دكتور وسيم، انا ما اعرفش، عندي رجاء ومش عارفه محقه فيه ولا غير محقه، انا مش عايزه ادخل مش عايزين ندخل في التفاصيل دي، تفاصيل العقيده، لانه في النهايه دي بحورها واسعه جدا. ده صحيح. هي يعني جلوبالي كده او اول ان اول ان ده كان عصر مضطرب جدا، وكانت فيه الافكار ما بين اليعاقبه والملكانيين والاريوسيين والاثناسيوسيين والابيونيين، يعني كل واحد بفكر في هذا، انما استقرت على ان الفكر الارثوذكسي بتاع الكنيسه الارثوذكسيه ده اصبح شيء. انما انا اخذ على هذا العصر ان بالرغم من تعاليم المسيحيه الرائعه اللي موجوده، انما كان في عنف غير مبرر، خصوصا بين المصريين الذين لم يعتنقوا المسيحيه في فيله في اسوان، وكان عددهم بالالاف، وجردت حمله وقضت عليهم، والماساه الكبرى بتاعت هيباشيا، وكيف ان الرهبان خرجوا عليها ومزقوها. وتفاصيل هذا الموضوع كتبوا برتراند راسل، كتبوا ويل ديورانت في قصة الحضارة، كتبوا ادوارد جابون، وده من المؤرخين الكبار، وكانت مأساة كبيرة جدا. كل ما هنالك انها فيلسوفة عظيمة لم تعتنق المسيحية، قتلت سنة 415 ميلادية على ايدين رهبان. طبعا في كلام كتير بالنسبه لكيرولوس عمود الدين ان هو كان وراء هؤلاء الرهبان، والناس اللي هم وراء هذا الراي ان كيرولوس عمود الدين كان وراء ايضا كده ان يفتك بمحافظ يعني الاسكندريه. انا ما اقدرش استشعر موقع غيري، يعني صحيح انه في كثير من تاريخ الاديان في سنوات مضيئه او مراحل مضيئه ومراحل مظلمه، ما فيش شك طبعا. الرواية دي بتكتب على مرحلة مظلمة من التاريخ. هي صراعات فكرية كانت موجودة. ما دخلكش فكرة التشكك انه ليه استاذ فلسفة اسلامية يكتب عن المرحلة دي الدقيقة اللي يمكن فيها كبير؟ وعبد الحميد رأفت، ما هو برضه، ما هو ده يعني رجل مسلم وكتب كتابات رائعة وتفاصيل رائعة في كتابه عن المسيحية، يعني الاشكالية على الاطلاق. يعني اي مفكر لابد ان يهتم بمراحل التاريخ المختلفه. وده شيء نشكر عليه الدكتور يوسف زيدان ان هو سلط الاضواء على هذه المرحله، لان من هذه المرحله نستطيع ان نفسر الكثير. فطبعا دراسه التاريخ بكل مراحله مهمه جدا، فيعني شيء جميل. يعني انا عايز اقول حاجه، انا لما ابتديت اقرا الروايه انا معرفتي بالدكتور يوسف حديثه،
كنا في مكتبة السكرتيرية وصلاح فضل قدمه لي وهو تكرم وأهداني الرواية. فأؤكد لك إن أنا بديت أقرأ وأنا مش عارف يوسف زيدان مسيحي ولا مسلم، يعني الاسم من الأسماء اللي تنفع كده وتنفع كده. يوسف زيدان. يعني لم يخطر في ذهني أن يوسف زيدان بالضرورة مسلم أو بالضرورة مسيحي، لكن خاطر أنه مسيحي ورد في ذهني. أيضا أنا ابتديت أقرأ الرواية، يا ترى الرقوق اللي بتاعت هبة دي حقيقية ولا لا؟ وبقيت في مراحل كثيرة من الرواية بتصور أنه هبة ده حقيقة والرقوق ده حقيقة. إنما اللي عايز أقوله، لم أشعر في أي موقع من مواقع الرواية أن يوسف زيدان عنده انحياز إسلامي ولا بيصبغ المسألة بصبغة إسلامية إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. يوسف زيدان عرض لمرحلة في تاريخ المسيحية كلنا عارفينها، يعني كل المتخصصين عارفينها، متخصصين يعني هي غائبة عن معظم علوم الشعب المصري. تاريخ المسيحي بحل وجهه وبر وغير تماما يعني من مناهجنا ومن قراءتنا. اللي عايز يعني شوية متعة وتسالي ما يقراش دي، انما اللي عايز عمل ادبي ابداعي عميق فيه فلسفه يقراه. الروايه ما انحزتش لحد من الفرق المسيحيه خالص، انما هي المساله ايه؟ انه مثلا لما ابرز نسطور شخصيه في الروايه، شخصيه جوهريه وشخصيه يوسف زيدان ده حقها، لكن ما انحس لجانب دون جانب. اللي حصل انه هو عرض موقف الكنيسة القبطية المصرية وعرض الجماعة دول، وما ابدا ما كانش بياخد موقف الدفاع. يعني انا ما حسيتش انه بدافع، انما انا حسيت انه بيعرض. مش فكرة الدفاع، يعني انا هقول لحضرتك ده نوع من العرض الحقيقة. ما هوش ده برضه عايز اقول لك حاجة، هو مثلا شخصية مسطور كتابتها خلتنا نحبها، شخصية محببة، طريقة عرضها، طريقة الحديث عن ملامحها، الحديث عن ودها، وبعدين المقارنة مع مثلا الرهبانة المصرية الجافة، يعني يمكن الانطباع ده يتولد. مفيش بأس انك تحبي نسطور وانه حبيبك في نسطور، لانه ده عمل ابداعي فني لابد اخده من هذا المأخذ. ده مش عمل تفسيري، لا هو بدافع عن المسيحيه ولا بدافع عن الاسلام، ده هو بيعرض عمل ابداعي فني بيصور في مرحله من مراحل التاريخ. وانا بعتقد انه قرب هذه المرحله للقارئ كما لم يقربه او حببه في انه يعرف. انا هرجع تاني للدكتور يوسف زيدان، بس معانا اتصالات. اولا الشماس هاني، اهلا بيك. يعني فندم مساء الخير. مساء الفل، اتفضل يا فندم. انا مع حضرتك الشماس هاني فايز، متخصص في الادب السورياني وحاصل على دبلومه في اللغه السوريانيه من كليه نهر افرام السوريان بمعرض قزنايا بدمشق بسوريا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. فسؤالي للدكتور يوسف زيدان بيقول ان ظهر في كتابات الادباء السوريان خصوصا في القرن في القرون الرابع والخامس والسادس شيء معروف عند الاريث السوريانيه، والدكتور يوسف زيدان بيقول ان هو ترجم الروايه بامانه، شيء معروف، مصطلح معروف وهو معدنوس ويونيت وبلشون سوريوي. فهل يمكن من سياده الدكتور يوسف زيدان توضيح ذلك كيف ظهر؟ انا عندي مشكله، مش سامع كويس يا فندم. اقول تاني؟ عايز الدكتور يوسف زيدان يوضح ايه؟ ظهر في كتابات الادباء السوريان خصوصا في القرون الرابع والخامس ما يسمى معروف عند الاريث السوريانيه معبد